السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين لقناة محمد أفندي الحربي أبو مطران، نحييكم في هذا اليوم وفي هذه المزارع. اليوم مزارع موسم السمسم، احنا عندنا موسم السمسم في منطقة جازان ما شاء الله تبارك الله. هذه السنة نعمة الدنيا خير، خضير، دجر، حبحب، دبة، كل أنواع ما شاء الله الأشجار والخضروات موجودة. لكن اليوم السمسم كيف شكله؟ انظروا لهذه، تذكرني بأيام البيوت الشعبية زمان، بيوتنا اللي كان من العشش آبائنا وأجدادنا. فهذا السمسم يكون أخضر، وبعدما يكون أخضر وبدأ يصفر نعمله على هذه أشكال العشش الشعبية أو المزاويم تسمى. هذه نسميها آبائنا يقول لها مشقب، أمولين يقول مشاقب، هذه تسمى المفرد مشقب والمجموعة مشاقب، مشاقب الجلجلان تسمى هذه في اللغة العربية. مشقب اللي هو المفرد الواحد، مشاقب مجموعة مشاقب، مزوام مفرد، مزاوم مجموعة مزاوم. أشرحها لك باللغة العربية والحمد لله الأمر طيبة، وباللغة العامية هذه نسميها ما هو الجلجلان، وفي العلوم السمسم. هذا هو الذي يستخرج منه عصير السمسم، هذا هو السمسم أو الجلجلان اللي كانوا يسمونه آبائنا مساكين زمان على نيتهم، لا عندهم علم ولا شيء، ولكنهم والله ونعم الرجال، رحم الله من مات وحفظ الله من بقي منهم، وسيرتهم مليئة ما شاء الله تبارك الله بكل الأشياء الجميلة والطيبة، ويذكرون بأنهم الناس الطيبين. نعم والله إنهم الناس الطيبين والرجال اللي يخدمون البلد ويزرعونها. هذه عدو بقايا من الناس الطيبين ترون، ولا اليوم شباب اليوم ما يسوون مثل هذا، ما في اليوم عندنا دحين نزلنا مدجرك قدام انا يا ممجوع ام زنبيلين بزنبيل اجنيها يابس. اليوم بفضل الله وتوفيقه والله العظيم يا دحين معايا حنقه ابغى ابكي بكلمه، لانه الزمن الماضي مرينا بظروف صعبه وعشنا وعلمنا الحياه كيف، يعني عصرنا عصر مع ابائنا واجدادنا، فكان يعني نجني هذا الدجر ام زنبيلين يابس يا ليته اخضر عشان ناكل نعيش، فنجي الزنبيلين بزنبيل واحد لرحم بلد. اليوم عين يا اخي ام هجف ترنوا قدام عينكم، وام طيور قدام عينكم تاكل ماء، ام ذهب ام خضير وام حب وام دجره متلفله، راعي يقول يا جماعه ترخل فلتوا فيها غنم ترعى فيه اللي ما حد شيء يجي يلقطه. فزمان ما تلقى هذا الكلام، زمان كل شيء محسوب حسابه، حتى مقصبه لو واحد شلها من ام ذهبه يزرعون عليه عند الشيخ ويهبل له قله حياه وفاء وام ذواب فدمه. واليوم الحمد لله إلى جني بحنقة جني أحمد الله، لأن دموع الفرح هذه عندي، والحنقة حنقة الفرح والحمد والثناء القائل، وأما بنعمة ربك فحدث، فالحمد لله. وهذا يعني ترى الحال الأخ، نتمنى لكم المتعة والفائدة مع قناة أبو مطران والله.